النهارده وزير السياحه والاثار لغى ترخيص منشاه سياحيه في البحر الاحمر عشان ما طبقتش القرارات دي ومشت عمال. معايا على التليفون الدكتور محمد معيط وزير الماليه. مساء الفل دكتور معيط. مساء الخير محمد، اهلا بحضرتك. بصراحه شديده جدا، كان الله في عونك امك دعيالك، بس دعوه صعبه شويه، الظروف صعبه عليك، مجهود كبير قوي وشغل كتير قوي، كان الله في عونك بصراحه. الله يبارك فيك، وان شاء الله نعدي منها على خير يا رب ان شاء الله. طيب خلينا في البدايه ارجع لحزمه القرارات اللي الرئيس السيسي اوصى بيها منذ بدايه الازمه. ال 100 مليار، انا قريت لك تصريح ان اتصرف منهم 30 مليار لحد دلوقتي. هل ال 100 مليار لمواجهه اثار كورونا قابله للزياده ولا احنا اخرنا ال 100 مليار؟ رقم واحد، يعني هو الرئيس لما قال خصص ال 100 مليار على اساس انه نبدا نتحرك. وانا النهارده كان بيتسال يعني ممكن يكون تقريبا اتصرف منها او بيتصرف منها قد ايه، فقلت يعني احنا دلوقتي يعني مثلا مطلوب مننا ان احنا يعني نصرف للصحه ونصرف للسلع التموينيه ونصرف للدعم المستحقين في دعم الصادرات عشان نوفر لهم سيوله وللعماله الغير منتظمه وحاجات كتيره، فقلت يعني ممكن تقريبا كده يعني داخلين على 30 مليار جنيه. لكن خليني اقول لحضرتك بالتاكيد بالتاكيد احنا مستعدين للتعامل مع هذه الازمه، وان شاء الله باذن الله رب العالمين تعدي على خير وتعدي، وان شاء الله باذن الله يعني مصر ما تواجه، مش هتواجه ان شاء الله، مش هتواجه يعني اي يعني اختلال او عدم توافر شيء معين، لان انا بعتقد الحمد لله رب العالمين الوضع الاقتصادي الحمد لله يعني يتحمل الصدمه باذن الله رب العالمين بعد الاصلاح الاقتصادي، يعني الحمد لله اللي وقفنا على رجلينا النهارده الاصلاح الاقتصادي اللي تم من 3 سنين. بالتاكيد بالتاكيد، يعني نعمه من عند ربنا ما كناش مدركين ان احنا مرينا باصلاح الاقتصادي الصعب 4 سنين، عشان في لحظه زي اللي احنا بنمر بيها وبيمر بيها العالم دلوقتي بقالنا شهرين، هذا الاصلاح بيمكننا ان احنا كل احتياجات مصر وكل احتياجات الناس متوفرة. وألو سامع حضرتك. ويعني الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نخرج منها إن شاء الله بإذن الله ربنا يزيح. كيف تأثر الاقتصاد المصري زي أي اقتصاد في العالم بأزمة كورونا؟ بص يعني خلينا نكون واقعيين، احنا بالتأكيد في إيرادات كانت بتخش خزانة الدولة، سياحة مليار دولار شهريا. عاوز أقول لحضرتك على حاجة، أنا كان عندي ضريبة على تذاكر الطيران، في ضريبة بتخش خزانة الدولة على تذاكر الطيران، النهارده مفيش تذاكر طيران. في كان عندي حاجة اسمه رسم مغادرة، ما عنديش النهارده رسم مغادرة. ففي عندي شركات سياحة وكانت بتعمل شغل ويعني بتدفع عليه ضرائب وفنادق والحاجات دي كلها، كل دوت النهارده مع الظروف اللي بنمر بيها مش موجود. فبالنسبه للدوله طبعا الدوله اتاثرت وبالتاكيد يعني، لكن هو السؤال اللي دايما لازم نسال نفسنا، ما هو زي اي بيت احيانا ايراداته بتقل، بس هو لو ان هو وضعه كويس يقدر يتحمل لغايه ما ايراداته ترجع تاني تسترد عافيتها وترجع تاني. وانا اعتقد ان الحمد لله يعني مصر في وضع يمكنها انها تتحمل هذه الصدمه الغير مسبوقه. لمده كم شهر يا دكتور معيد؟ لمده كم شهر؟ بص يعني ان شاء الله يا رب ما تطولش، وان شاء الله يا رب تبقى قصيره واخد راحتك، ويعني عندي عشم كبير وامل كبير وايمان كبير في الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله مش هتطول علينا. موازنه 2021، واسمح لي انا قريت بعض ملامحها، قلت اتمنى او يعني كمواطن بقى وحضرتك راجل فاضل ومحترم يبقى فيها جزء كده من طعم الكورونا، يعني كنت عايز ازود ميزانيه القطاع الصحي، ازود الاستثمار الطبي فيه اشجعه، هل انا قريت صح؟ كنت عايز اعمل تعليم عن بعد، مدارس وجامعات. خليني اقول لك استاذ محمد، يعني احنا موازنه الصحه للعام المالي اللي احنا فيه ده 73 مليار. موازنه الصحه في العام المالي الجديد 96 مليار.
انا اسف، مش جزء منها كبير للاجور دكتور معيط؟ بص حضرتك، هي الصحه عباره عن ايه؟ عباره عن اجور واجهزه وخامات ومستلزمات طبيه وادويه. مش دي الصحه؟ صحيح. يعني الصحه تنفع من غير اعضاء المهنه الطبيه؟ لا. الدكتور والتمريض وكده؟ الصحه تنفع من غير ادويه ومستلزمات طبيه واجهزه؟ اذا فهو الانفاق على الحاجات دي، واحنا خلينا نكون صراحه، مش برضو النهارده من ضمن الحاجات ومطالب المجتمع تحسين الاوضاع الصحيه لاعضاء المهن الطبيه؟ صحيح. طب لما الرئيس وجه قال المكافاه بتاع طالب الامتياز اللي بقالها سنين طويله في حدود 400 جنيه، وقال لا تطلع ل 2200 المكافاه بتاعت طبيب الامتياز، لما قال بدل المهن الطبيه يزيد بنسبه 75%، احنا نفسنا عاملين 12% زياده على المرتب الاساسي لاعضاء المهن الطبيه بحد ادنى 75، بالاضافه الى مبلغ مقطوع بيتراوح من 200 ل 375 بحسب الدرجه الوظيفيه. ما هو كل دوت بينصب كده، بالاضافه الى انه جيب الطبيب تخفيض. نعم. ده في تخفيض كمان في الضرايب، يعني احنا رافعين حد الاعفاء الضريبي من 8000 ل 15000، مخفضين في كل النسب، اول نسبه مخفضينها من 10% ل 2.5، واللي بعدها من 15 ل 10، واللي بعدها من 20 ل 15، كل ده عشان نقدر ان احنا حاجه مع حاجه مع حاجه تجمع شيء في مرتب المواطنين وخاصه اعضاء المهنه. في حاجه تتعلق ببدل العدوى، بدل 19 جنيه في الشهر يزيد او كذا؟ خليني اتكلم بمنتهى الامانه والصدق. اتفضل. في هذا الموضوع، لان انا عاشرته لما كنت مساعد اول وزير صحه، ولم اكن اعمل في هذا الوقت في وزاره الماليه. لما يقوم يتعمل قانون 14 لسنه 2014، كان مفيش حاجه اسمها بدل المهن الطبيه، كويس، وانا بقول الكلام ده وحسب عليه. ما كانش في حاجه اسمها بدل المهن الطبيه، كان في بدل العدوى اللي هو بيتراوح من 5 جنيه لغايه 30 جنيه. وغالبا الاطباء بتاخد ال 30 جنيه، لانه ال 5 جنيه وال 7 جنيه ده من تحت، وانت بقى في حسب الدرجات يعني. خلاص؟ فساعتها ساعتها تم المطالبه بانه البدل ده يتغير. فكانت الاجابه انه بدل العدوى ما هوش قاصر على اعضاء المهن الطبيه. بدل العدوى في فئات كتيره جدا. ولما هنغيره ما ينفعش نغير بس لاعضاء المهن الطبيه ونسيب بقيه الفئات وبتاع. واحنا كنا بنعمل قانون لاعضاء المهن الطبيه، فقالوا طيب ما تسيبه، خلوا بدل العدوى ده زي ما هو، ونعمل حاجه جديده اسمها بدل المهن الطبيه. خلاص. يعني مش شرط الطبيب بديل ياخد الفلوس بدل عدوى، بديل لبدل العدوى. قلنا خده، خلي بدل العدوى، خدوه زي ما هو، بس نعمل وبدل ما، لانه ما ينفعش ان انا اجي في بدل العدوى هو قانون واحد لفئات كتيره جدا في المجتمع، واقوم مغير فيه فئه واحده واسيب بقيه الفئات، خاصه ان انا بعمل قانون لمين؟ لاعضاء المهن الطبيه. فاتساب بدل العدوى في المكان بتاعه، واتعمل بديل له في قانون المهن الطبيه اسمه بدل المهن الطبيه، اللي ما كانش موجود قبل التاريخ ده. صحيح. واتعمل بحدود 140 ل 200، ثم الرئيس السيسي في 2014 اعتقد في نوفمبر غيره وزوده، خلاه يتراوح من 400 ل 700. صحيح. ثم جه الرئيس السيسي مره ثانيه قال يزيد ب 75%، وبالتالي هيزيد وهيبقى من 700 الى 2225. 2200 صحيح. 2225. ده كان بديل لبدل العدوى، على اساس انه لا نعمل حاجه ونديها اسم تاني، وخلي بدل العدوى يا سيدي زي ما بيقولوا كده بالانجليزي اوفر اند اباف. فطبعا اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه بعد كام سنه خلاص بدل المهن الطبيه موجود. طب نرجع نتكلم عن بدل العدوى. ده بمنتهى الامانه، وانا اتحمل مسؤوليه ده. اشكرك طبعا على هذا الايضاح، اشكرك على هذا الايضاح. واتحدى ان كان موجود قبل قانون المهن الطبيه اللي اتعمل في 2014 حاجه اسمها بدل المهن الطبيه، اتحدى ان كان هناك حاجه اسمها بدل المهن. انا بدات وانا بقول الكلام ده وانا بقول الكلام ده وانا كنت مساعد اول وزير صحه، وكنت بتفاوض نيابه عن الصحه مع الماليه. بدات حواري معاك وانا وحضرتك احد افراد الحكومه، بحييكوا كمواطن على ادائكوا الرائع في التعامل مع أزمة كورونا. آخر سؤال وأنا بختم،
تراجع الاحتياط النقدي في البيان اللي طلع امبارح هل اصابك بقدر من الضيق ولا حضرتك كنت متوقع حاجه زي كده؟ لا بالعكس، بالعكس ده ان دل عن شيء يدل على قوه الاقتصاد المصري. ليه؟ ليه؟ لانه خد بالك، خد بال حضرتك من حاجه، انه يعني مستوى الاحتياطي النقدي بتاع مصر، يعني احنا دايما علميا بيتقال انه يعني في معايير معينه، فالنهارده المستوى ده ما شاء الله ما شاء الله اكتر بكتير جدا، يعني ما ازعجكش ومتوقع وعادي. يعني انا بحيي البنك المركزي والله، يعني هم بيدروها بحرفيه شديده جدا جدا. وما تنساش انه دايما في الظروف دي في اللي احنا بنمر بيها بيبقى ليها اوضاعها وليها حساباتها وليها تصرفاتها وليها بتاع، فانت بتدير في وسط الكلام ده كله وبحرفيه شديده جدا جدا جدا، وفي استقرار الحمد لله رب العالمين في معظم امورنا. فلا بالعكس، يعني انا يعني بستغل الفرصه دي وبحيي يعني المعالي المحافظ طارق عامر والزملاء في البنك المركزي على ادارتهم، يعني صراحه على مستوى عالي جدا جدا. وانا بشكرك معالي وزير الماليه دكتور محمد معيد، كان الله في عونك.